مشاهدينا، لمواكبة زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى محافظة البصرة، ينضم إلينا مراسل العراقية الإخبارية هيثم هاشم. أهلا بك هيثم، ما المعلومات التي لديك عن جدول أعمال زيارة الرئيس الإيراني في البصرة؟ تفضل. نعم، مساء الخير. بالحقيقة قبل ساعة من الآن وصلت أو هبطت طائرة الرئيس الإيراني في مطار البصرة الدولي، وكان في استقباله محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء الحكومة المحلية، بالإضافة إلى رئيس المحاكم. من بعدها توجه الرئيس الإيراني إلى المركز الثقافي النفطي والذي نحن الآن متواجدين فيه. هناك اجتماع للرئيس الإيراني مع أعضاء الحكومة وأيضا مع عدد من رؤساء الشركات، بالإضافة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية كمثقفين وأكاديميين وحتى عشائر. إلى الآن لم يعلن عن الخطوة الأخرى للرئيس الإيراني، لكن من المؤمل أن يكون هناك جولة في محافظة البصرة للإطلاع على عدد من المشاريع فيها. نعم. إذن هيثم، نتواصل معك في نشرتنا القادمة لمعرفة مستجدات زيارة الرئيس الإيراني إلى البصرة.